بسم الله الرحمن الرحيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الظاهر. هذا الاسم ورد في القرآن الكريم مقترناً بالاسمين الأول والآخر، في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد ورد أيضاً في السنة الصحيحة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء. معاني الظاهر في اللغة: الظاهر اسم فاعل لمن اتصف بالظهور، والظهور العلو والارتفاع. قال تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، أي ما استطاعوا أن يعلوا عليه لارتفاعه. والظاهر من الغلبة والنصر، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. والظاهر من السند والدعم، يقول عليه الصلاة والسلام: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني تتصدق وأنت غني، لأن الله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال علماء التفسير: تلقون بأيديكم إلى التهلكة إذا أنفقتم كل أموالكم، وتلقون بأيديكم إلى التهلكة إن لم تنفقوا شيئاً. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً. والظهور البيان وبدو الشيء الخفي. الظهر ما غاب عنك، نقول هذا الإنسان الصالح يقرأ القرآن عن ظهر قلب، أي لا ينظر في المصحف. والمظاهرة المعاونة، وظاهروا على إخراجكم، أعانوا على إخراجكم. هذه معاني الظهور. أما إذا قلنا الله جل جلاله هو الظاهر، فهو المنفرد بعلو الذات والفوقية وعلو الغلبة والقهرية وعلو الشأن وانتفاء الشبيه والمثلية. هو الظاهر في كل معاني الكمال، هو المبين لحججه الباهرة وبراهينه الظاهرة. أحاط بكل شيء علماً ظاهراً وباطناً، ظهر فوق كل شيء وعلى عليه. والظاهر هو الذي عرف بالاستدلال العقلي بما ظهر من آثار أفعاله وصفاته. لكن أيها الإخوة الكرام، لله عز وجل امتحان صعب جداً. سئل الإمام الشافعي: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال:
لن تمكن قبل أن تبتلى، لن تمكن قبل أن تبتلى. لذلك من امتحانات الله الصعبة، والمسلمون اليوم تحت طائلة هذا الامتحان، أنه يقوي أعداءه، يقويهم إلى أن يفعلوا ما يقولون، إلى أن يتوهم ضعيف الإيمان ويقول أين الله. هذا امتحان صعب جداً. لذلك ضعاف الإيمان وقعوا في الإحباط، وقعوا في اليأس، توهموا أن الإسلام قد انتهى، لأن الأرض كلها تحارب الإسلام في كل مكان وزمان. هذا امتحان صعب جداً. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً. الآن موقف ضعاف الإيمان، قال بعض من كان مع رسول الله: أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ ما قال رسول الله، قال صاحبكم، لأنه رأى أن هذا الذي جاء به النبي ليس حقيقياً. أيها الأخوة الكرام، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً. الآية الدقيقة أن الله عز وجل بعد هذا الإحباط، وبعد هذا اليأس، وبعد هذا القلق والشك، يظهر آياته، فهو الظاهر، يظهر آياته حتى يقول الكافر لا إله إلا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في أعمارنا جميعاً حتى نرى هذه الحقيقة. أيها الأخوة الكرام، الحكمة من أن الكفار في حين من الأحيان يقويهم الله عز وجل، وفي حين آخر يقوي المؤمنين. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. لو أنه مكن أعداءه إلى أبد الآبدين لوقع اليأس في صفوف المؤمنين، ولو أنه قوى المؤمنين إلى أبد الآبدين ظهر النفاق في الأرض. وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني مرة يقوى المؤمنون وينافق أهل الأرض لهم، ومرة يقوى الكفار والمجرمون وينافق أهل الأرض لهم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. الله عز وجل ظاهر. كيف؟ أحياناً يكون الأمل صفر، لا أقول 1%، صفر. إنسان يجد نفسه فجأة في بطن حوت، والإنسان لقمة واحدة في طعام الحوت، وجبته المعتدلة 4 طن، فالإنسان 80 كيلو لقمة واحدة. وجد سيدنا يونس نفسه في بطن حوت، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة الليل، فنادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بيمتحن، لكن أحياناً يستجيب لك فيقول الكافر لا إله إلا الله. سيدنا موسى مع شرذمة من بني إسرائيل كما جاء في الآية،
هؤلاء شرذمة قليلون، أمامهم البحر، وراءهم فرعون بقوته، بأسلحته، بحقده، بجبروته. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، ما في أمل بالمنطق، بالواقع، بالأدلة، بالفطرة، ما في أمل. قال كلا إن معي ربي سيهدين. ضرب البحر بعصاه فأصبح البحر طريقاً يبسا. إذاً ظاهر الله عز وجل في هذه القصة لمن لنا حتى لا نيأس. سيدنا إبراهيم الله عز وجل سمح أن يقبضوا عليه، وكان بالإمكان ألا يصلوا إليه، سمح أن يقبضوا عليه، وسمح أن يحاكموه، وسمح أن يتخذوا قراراً بإحراقه. وجمعوا ناراً عظيمة وألقوه في النار. الله عز وجل ظاهر، قلنا يا نار دققوا، كوني برداً وسلاماً على إبراهيم. لو أن الله قال كوني برداً لمات من البرد، لو أنه قال كوني برداً وسلاماً لانتهى مفعول النار إلى أبد الآبدين. قال كوني برداً وسلاماً على إبراهيم فقط. الله ظاهر، أظهر آياته. أيها الأخوة، الحوادث التي تبين أن الله ظاهر لا تعد ولا تحصى. صار زلزال كل شيء على الأرض، أنقاض الأبنية أصبحت مهشمة تهشيماً بحيث لا يزيد ارتفاع الأنقاض عن 40 سنتي، عدا مسجد ومعهد شرعي لم يصب بأذى. البي بي سي عرضت هذه الصورة، تركت هذه الصورة اضطراباً في العالم. بمركز الزلزال كل شيء على الأرض، صورة عندي وعرضتها في المسجد، أما هذا المسجد وهذا المعهد الشرعي لم يمس بأذى. الله ظاهر. أيها الأخوة، في أي تجمع بشري في شخص قوي، في جامعة، في مستشفى، في وزارة، في دائرة، في أي تجمع بشري هناك رجل قوي، إما أن يكون ظاهراً أو أن يكون غير ظاهر، لكن في إنسان بيده القرار، يسمى اليوم صانع القرار. فالله عز وجل أحياناً ظاهر ظهور الشمس، وأحياناً الظاهر أقوياء وطغاة، لكن الله من ورائهم محيط، ويد الله فوق أيديهم. قالوا ظهرت على سره، أي اطلعت على سره. فالله ظاهر يعني يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، يعلم ما أسررت وما أعلنت وما خفي عنك، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. أيها الأخوة، كل شيء يدل عليه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، إذاً فهو ظاهر. واحد سأل الإمام علي رضي الله عنه متى كان الله؟ فقال له ومتى لم يكن؟ هو ظاهر. واحد سأل رجل من أهل القلوب قال ألا تشتاق إلى الله؟ قال له لا والله. قال له كيف؟ قال له متى غاب حتى أشتاق إليه؟ ظاهر، ظاهر. وبحياة كل واحد منا من بين 100 قصة في قصة واحدة يبدو فعل الله صارخاً،
تأييد الله، حفظ الله أحياناً، حفظ إلهي، تأييد بقوي المؤمنين. أيها الأخوة، في طائرة احترقت فوق جبال الألب، ومع احتراقها انشطرت. مكان انشطارها في راكب وقع، وقع من ارتفاع 43,000 قدم، نزل فوق غابة من غابات جبال الألب، وفوق الغابة في 5 أمتار ثلج. هذه 5 أمتار مع أغصان الأشجار كانت كمصات الصدمة، فنزل واقفاً. قصة مشهورة قرأتها: وإذا العناية لاحظتك جفونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. قصص كثيرة في حياة كل واحد منا تنبئ أن الله ظاهر. في طائرة باكستانية انطلقت من الرياض إلى باكستان، فوق الخليج نافذة تعطلت بها فخرقها الهواء، الطائرة مضغوطة بالهواء 8 أضعاف حتى يكون الضغط الجوي على ارتفاع 40-50,000 قدم كالضغط الجوي على الأرض، تحقن الطائرة 8 أضعاف حجمها من الهواء، ففي ضغط عالي جداً فوق. فلما خرقت بعض نوافذها، إنسانة على حضنها رضيعان خرجا من النافذة من شدة الضغط. في أمل؟ على ارتفاع 50,000 قدم رضيعان صغيران نزلا إلى جانب صياد، فالماء امتص الصدمة، والصياد انطلق إلى الماء وأخرج الطفلين. وبعد اتصالات مديدة أعلمت السفارة الباكستانية في الخليج أن هناك طفلين سليمين أخبروا أمهما. يعني الله عز وجل ظاهر. أنت حينما تؤمن أن الله موجود وفعال وبيده كل شيء لا تيأس. أعرف رجلاً مدرساً أصيب بمرض عضال في رئتيه، والأطباء الذين عالجوه أصدقائي، المرض الخبيث من الدرجة الخامسة، وقال له الطبيب أمامي: في احتمال واحد أن تذهب إلى أمريكا لزرع رئة، والعملية بتكلف ما يساوي ثمن بيته الذي اشتراه لتوه، بيت فخم جداً اشترى، والأمل بالـ130، والقصة من 23 سنة، وشفاه الله شفاءً ذاتياً دون أن يذهب ودون أن يجري عملية، والرجل لا يزال حياً يرزق. الله عز وجل ظاهر، في أحداث لا تفسر إلا أن الله يعني بذاته العلية أحدث هذا الحدث. فيا أيها الأخوة الكرام، قصص كثيرة. يعني الإنسان وصل إلى القمر، نقل الصورة عبر الأقمار، غاص في أعماق البحار، صنع الطائرات، صنع الجوال، صنع الكمبيوتر، صنع كل شيء، بلغ درجة من التقدم مذهلة. الإنسان مع كل هذا العلم ومع كل هذا التفوق ومع كل هذا العلو في الأرض والتأله، لا يستطيع أن يتنبأ بالزلزال قبل ثانية من وقوعه، بينما الدواب تتنبأ بالزلزال قبل 20 دقيقة لحكمة بالغة. البهائم
لذلك في زلزال تسونامي في قرية رأت البهائم تعدو سريعاً فقلدتها فنجت. في قرية واحدة في أثناء زلزال تسونامي رأت البهائم قبل فترة طويلة ما كان في شيء إطلاقاً تعدو سريعاً فقلدتها ونجت. أيها الإخوة الكرام، تروي الروايات أن فرعون رأى في منامه أن طفلاً من بني إسرائيل سيقضي عليه، اتخذ قرار ببساطة بالغة بذبح أبناء بني إسرائيل من دون استثناء، وأية مولدة لا تخبر عن وليد ذكر تقتل مكانه، انتهى الأمر، قوي، جبار، طاغية. بالمناسبة لكل عصر طاغية. الذي حصل أن الطفل الذي سيقضي عليه رباه في قصره، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً. الله عز وجل ظاهر، يعني بينصر بأدنى سبب، بخيوط العنكبوت حفظ هذه الرسالة حتى الآن، ويهزم على أدنى سبب. أعرف رجل يعني قوي، غني، له شبكة علاقات مذهلة، الأمور كلها ميسرة، في ريعان شبابه، في أوج قوته، في أوج علاقاته، يعني لسبب صغير جداً في بيته أصيب بحادث أودى به. الله عز وجل ظاهر يظهر آياته، لذلك قال بعضهم عرفت الله من نقض العزائم، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. ابن آدم قل لي كما أريد أكن لك كما تريد. ابن آدم أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. الله عز وجل ظاهر. أيها الإخوة، سيدنا خالد بن الوليد واجه 300,000 جندي من جنود الأعداء، وكان عدد جنوده 30,000، 30 أمام 300، فأرسل إلى سيدنا الصديق يطلب النجدة والمدد، طلب منه 50,000، 50 و30 80 مقابل 300. الذي حصل أن سيدنا الصديق أرسل له القعقاع بن عمرو، فلما وصل إليه قال له أين المدد؟ قال له أنا. صعق، قال له أنت؟ قال له أنا، معه كتاب قرأه، يقول في الكتاب سيدنا الصديق والذي بعث محمداً بالحق إن جيشاً فيه القعقاع لا يهزم. لما طبقت الأمة الإسلامية سنة رسولها كان الواحد منهم كألف، فلما تركت سنته صار المليون منهم كأف، المليون لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. لذلك أيها الإخوة، يقول الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. مستحيل وألف ألف ألف مستحيل ألا يمتحن الإنسان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الله عز وجل قادر أن يضعك في ظرف دقيق جداً بحيث تكشف على حقيقتك. قل ما شئت
حدث الناس عن نفسك ما شئت، لكن الله يمتحنك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أيها الإخوة الكرام، قضية أسماء الله الحسنى تحتل أكبر جزء من العقيدة، لأنك إن عرفته أحببته، وإن أحببته أطعته، ومن أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العجب أيضاً أن تحبه ثم لا تطيعه. فمعرفة أسماء الله الحسنى تحتل أكبر جزء من عقيدتنا. من هو الله؟ ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. أيها الإخوة الكرام، أصل الدين معرفة الله. أنت إذا عرفت الله ثم عرفت أمره تفانيت في طاعته، أما إذا عرفت أمره ولم تعرفه تفننت في التفلت من الأمر. كيف أخذ الإسلام الآن؟ بالفتاوى. هناك فتوى لكل معصية مهما كبرت، إما بالتأويل أو بالفتاوى أو بإلغاء السنة. هذه بعض مواطن الضعف في المسلمين المعاصرين. أسأل الله جل جلاله أن يقوينا، وأن نرى الله عز وجل بأفعاله وصفاته حتى نستقيم على أمره، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.